بل في الحديث الصحيح عند البخاري وهو حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأحداث التي تقع في الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك في رؤيا، رأى أنواعا من العذاب التي تقع على بعض العصاة. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على رجل وإذا آخر، يعني انطلقت أنا وجبريل وملك، وإذا آخر، إذا رجل آخر بيده كلوب، وهو حديدة مثل السكين تكون معقوفة من أعلاها، تستعمل عادة لحمل اللحم وتعليقه ونحو ذلك. قال: وإذا رجل في يده كلوب، وإذا الرجل الآخر بين يديه، وهذا الرجل الذي في يده الكلوب يضع الكلوب في فم هذا الرجل الآخر فيشق فمه حتى يصل إلى أذنه. يقول عليه الصلاة والسلام: فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى ما بعد أذنه، إلى القفا، ثم يخرج سكينه ثم يضعها في الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى الجهة الأخرى، فإذا هذه الجهة الأولى قد عادت كما كانت فيعود إليها يفعل بها ذلك، فهذا عذابه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فزع، فعلا منظر مفزع، فزع، قال: سبحان الله، ما هذا؟ يعني لماذا يشق ولماذا يعذب؟ ما هذا؟ فقال له جبريل: انطلق، انطلق. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا. ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق.